قبل ما نبدا بس حبيت اعرفك ان الطريقه اللي انا هشتغل بيها طريقه الشغل والمقاسات تنفع لاي جنب مهما كان مقاسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. اول حاجه هتعملها في الجنب هترسم في نص الجنب بالظبط مستطيل العرض بتاعه 30 سم والطول 20 سم. بعد كده هتيجي على يمين الجنب وهتسيب علامه بعد ربع الجنب من فوق، وبرضه هتنزل تحت وهتسيب ربع الجنب تحت وهتحط علامه. برضه من على الشمال نفس الكلام، هتسيب ربع الجنب من فوق ومن تحت هتسيب ربع الجنب من تحت. بعد كده هتجيب مسطره كبيره زي دي وهتوصل العلامتين دول بالزاويتين دول، وبرضه العلامتين اللي هناك بالزاويتين دول. بعد كده فوق الخط ده بخمسة سنتي وهتعمل علامة، وهتيجي هنا كده على الخط ده وهتعمل علامة من على اليمين بعد نص سنتي بس، هتوصل العلامة دي بالعلامة دي. هتعمل كده في الخطوط الباقية دي. بعد كده عندنا شغل في الجزء اللي على اليمين ده والجزء اللي على الشمال والجزء اللي في النص والجزء اللي فوق. هنبتدي بالجزء اللي على اليمين عشان تخطيط الجزء ده هيبقى زي الجزء ده بالظبط، تمام؟ احفظ معايا طريقه وضع المقاسات دي عشان هتستخدمها في اي جنب مهما كان مقاسه. هتبتدي من اول مقاس من هنا بعد 2 سم، بعد ال 2 سم هتعمل 4 سم، بعد كده هتضرب المقاسات دي في 3 وهتعمل المقاسات اللي بعدها، يعني ال 2 سم هتبقى 6 سم وال 4 سنتي هتبقى 12 سنتي. هتشتغل بنفس الطريقه كده لو الجنب عندك 50 متر، اخر مقاسين اشتغلت بيهم هتضربهم في 3 وهتكمل المقاس اللي بعدهم، كان اخر مقاسين اشتغلت بيهم 6 و12، بعد كده ال 6 هتبقى 18 وال 12 هتبقى 36. بعد كده هتجيب مسطره كبيره زي دي وهتجيب ميزان ميه زي ده، وهتحط المسطره على العلامات كده. وهتظبط المسطره بميزان الميه، لازم تظبط الميزان من هنا وتسطر خط بالطول يوصل لاول خط فوق والاخر خط تحت. بعد كده هتمسك اول خطين عملتهم وهتشبكهم ببعض بقوس من فوق وقوس من تحت. بس قبل ما تعمل كده هتلاحظ ان في ضلع طويل وضلع قصير، هتحاول تخلي الضلع القصير ده قد الضلع الطويل. القوس ده انت بتعمله لما ظبطش معاك اظبط فيه براحتك، وبعد كده الاخطاء كده كده هنصلحها بلون الجنب الاساسي. بعد كده عندنا في خطوط زياده لازم نمسحها. بعد كده هتعكس نفس المقاسات ونفس الطريقه في الجنب التاني. بعد كده هنشتغل تخطيط في الجزء الصغير ده، واول حاجه هتعملها هتعمل خط تاني زي الخط ده بعديه بخمسة سنتي. على الشمال برضه هتعمل خط تاني زي الخط ده بعديه بخمسة سنتي. هتيجي من فوق برضه هتعمل خط تاني زي الخط اللي بالعرض ده تحتيه بخمسة سنتي. بعد كده هتحط نقطة في نص المربع الكبير، خد بالك مش المربع الصغير. بعد كده هتوصل الأربع زوايا دول بالنقطة دي. بعد كده هتخصم من الخط اللي تحت ده 4 سنتي، ومن هنا برضه 4 سنتي. بعد كده بميزان الميه هتحط الميزان على النقطة وهتعمل خط يوصل لحد الخط ده من على الشمال برضه. بعد كده هتقفل الخط ده بالعرض والخط ده بالعرض. بعد كده عندنا في خطوط زيادة لازم نمسحها. اخر حاجه هتعملها في التخطيط هتكون في الجزء اللي فوق ده، هتعمل لي في نص الجنب بالظبط دايره كده بيضاويه ملهاش حجم معين، بس اهم حاجه ان هي تكون في نص الجنب بالظبط.
بعد ما تعمل الدائرة دي هتعمل دائرة تاني جواها بنفس الشكل بس أصغر منها شوية، وهتخلي المسافة فوق كبيرة وتحت صغيرة. شايف المسافة دي صغيرة ازاي واللي فوق كبيرة؟ بعد كده بقى هتعمل سمك هنا على شكل الخط ده بالظبط. هتيجي فوق هنا برضه عند أول الدايرة من فوق وهتعمل سمك تاني زي ده. هتطلع من هنا كده من عند أول الدايرة من على اليمين زي 5 سم كده، وبرضه من هنا من على الشمال زي 5 سم، وهتعمل خط تاني زي ده. آخر حاجة هتعملها في الدايرة دي هتعمل فيها وحدات إضاءة برضه على شكل دوائر بيضاوية زي دي، بس حجم صغير. من هنا الأحجام هتكون كبيرة شوية ومن تحت الحجم هيكون صغير. بعد كده هنبدأ في التلوين، وهنبدأ في ال4 أجزاء دول هنلونهم بلون بيج غامق، وطبعا ممكن تغير الألوان دي على حسب ذوقك وعلى حسب ألوان المكان عندك. بعد كده باستخدام مسدس الرش واللون الأسود هنعمل ظل خفيف هنا كده في الجزء ده تحت الجزء الأصفر وأعلى الجزء الأصفر، ومن هنا كده من داخل الدايرة الصغيرة دي ومن أعلى الدايرة دي من فوق. بعد كده هتعزل الأعمدة دي وهتلونها بلون زي ده أو أي لون مختلف، وحاول على قد ما تقدر تستخدم العزل القديم علشان بيكون ضعيف، لما تيجي تشيله من على الحيط مش هيقشر الحيطة، إنما العزل الجديد بيكون شديد، في احتمال لما تيجي تشيله يقشر. بعد كده هتلون الدايرة والجزء الصغير البعيد ده بلون مختلف. بعد كده هتجيب الجزء الثاني من الدايره والجزء الصغير اللي تحت ده باللون الاسود. بعد كده هتلون وحدات الاضاءه دي باللون الابيض، وهتعمل لها حز من فوق كده باللون الاسود. بعد كده باستخدام شريط العزل 5 سم ومسدس الرش واللون الاحمر، وهنعمل انعكاس صوره للاعمده دي تحت في الجزء الرصاصي خفيف خالص كده. بعد كده برضه باستخدام مسدس الرش واللون الاسود، وهتعمل ظل في الاعمده عشان تبين الدوران بتاعها. اهم حاجه ركز الظل بيتعمل ازاي وبيتعمل فين بالظبط. بعد كده بالمسدس واللون الابيض وهنعمل اشعه نور طالعه من وحدات الاضاءه البيضه دي، وهنعمل برضو انعكاس صوره للوحدات دي في الرصاصي تحت. اخر حاجه هنشتغل فيها الجزء الاسود الصغير ده، المفروض ان دي بوابه فهنظهر التفاصيل بتاعتها بلون فاتح بالطريقه دي. كده خلص الفيديو، صدقني انا مستني اشوف رايك واقتراحك في التعليقات. اي تفاصيل هتحتاج تعرفها عن الفيديو ده هتلاقي كل التفاصيل مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير، وتاكد انك مشترك في القناه، واشوفك الفيديو التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.